السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا تصريح شرف الدين عمارة هيكون سبب لإقصاء الجزائر مونديال 2022. طبعا هذا التصريح كل العالم سمعوا تصريحه، الفيفا وإكاف وقسامة وإيتو المفروض أن يكون معنا. إخوان وأخواتي، ياريت وضع اللايك والاشتراك في القناة، اللي ما اشترك بالقناة يشترك، واللي ما دس اللايك أتمنى يدوس لايك. ديروا اللايك أخوان وأخواتي واسمعوا التسجيل. طبعا هذا التصريح الذي قاله، طبعا احنا كلنا هنضم صوتنا للفريق الجزائري. هذا الكلام الذي قاله كان المفروض ان يكون مع الجزائر افضل.